هي مناسبة اعتزت بها، كنحسب الشمرة الاحتفالي في الدين المسؤولية اللي تصير هاد الأمانة الأكاديمية. كنشكركم بزاف، ولكن كنلتمس لكم ملتمس أنكم ديروا يد في يد معنا من أجل تسيير هاد المؤسسة الحزبية. فاليوم استمعنا لكم مزيان، واستمعنا لجميع الإخوان ليقول فعلا الأستاذ حجيران هذه القاعة كل كفاءات الأطر من شتى المجالات، التعليم، الصحة، المهندسين، المهندسات، المقاولين، المقاولات، تجار، تاجرات، مهنيين، فلاحة موجودين هنا، طلبة، طالبات موجودين معنا، منتخبين ومنتخبات، يعني كاين قاعة فيها فضاء قادر على